السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ ان شاء الله النهارده هنكمل عملية معالجة مية الصرف. كنا اتكلمنا قبل كده على ان مية الصرف ديت بنجمعها وبعد كده بندخلها في محطة المعالجة وبيحصل عليها كذا بروسيس لحد لما بنقدر نشيل منها المواد اللي هي العضوية او المواد الضارة عشان نقدر نتخلص منها على اقرب مجرى مائي. طيب احنا كنا اتكلمنا شوية في البروسيس ديت بإن احنا أول حاجة المياه اللي جمعناها دي عديناها على سكرينز، فصلنا منها المواد اللي هي الصلبة الكبيرة زي الأكياس والبلاستيك وخلافه، بعد كده دخلناها على جريت ريموفال تشامبر، ودي كان الغرض منها إن احنا نشيل منها الرمل، ولو كانت الجريت ريموفال دي جريتد فيها هوا يعني كنا هنقدر كمان نتخلص من الاسكم والشحوم والحاجات اللي هي كثافتها خفيفة جدا. طيب لو ما عنديش الكلام ده هتصرف ازاي؟ المواد اللي احنا كنا رصبناها قبل كده كان حجمها 0.2 ملي. طب لو المواد اللي عندي اقل من 0.2 ملي هعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة ان شاء الله. هناخد مع بعض بقى المرحلة الثالثة بعد الجريت ريموفال، وهي ان انا باخد المايه اللي عندي دي بدخلها على سيدمنتيشن تانك. السيدمنتيشن تانك ده وظيفته هي نفس الوظيفه اللي احنا كنا تعرضنا ليها في المايه قبل كده، هي احوض ترسيب المايه بيبقى فيها عندي توتال سسبندد سوليدز. التوتال سسبندد سوليدز دي نتيجه ان وزنها خفيف شويه فبتاخد وقت على ما تترسب، وده وظيفه البرايمري سيدمنتيشن. التصميم بتاعه هيكون هو بالظبط نفس الكونسبت اللي احنا صممنا بيه قبل كده في المية، بس بيزيد عليه شوية حاجات. بقى الحاجات دي ليها علاقة بإن أنا بجمع الرواسب وبجمع الحاجات اللي هي ايه مختلفة شوية عن مية الشرب. خلينا بقى نشوف الكلام ده مع بعض كده. طيب عندنا بقى أول مسألة في الشيت بتقول ايه؟ بتقول إن أنا عندي مدينة البيك فلو بتاعها ب150 ألف متر كيوب بير داي والماكسيموم ديلي ب100 ألف. طيب هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك اعمل لي كومبليت ديزاين لريكتانجلر برايمري سيدمنتيشن تانك، مع العلم ان الانفلونت سسبندد سوليد ب500 مللي جرام بير ليتر، الريتنشن تايم بتاعنا بساعتين، الماكسيموم الاوبل سيرفيس اوفر فلو ريت ب1.8، والريموفال اللي هيحصل في التنكات ديت 65% من السسبندد سوليدز، وبيقول لي ان البرايمري سلادج فيه ووتر كونتنت ب97%. وبعد كده عايز ان انا احسب له اعمل اعادة للتصميم تاني بس باستخدام سيركلر تانك. طيب ايه بقى الفكرة من المسألة؟ انا دلوقتي عندي مية، المية ديت فيها سسبندد سوليدز تركيزها 500 مللي جرام في اللتر، احنا عندنا السسبندد سوليدز في انفلونت اللي هي اللي داخل وفي افلونت اللي هي اللي خارجه. طبعا نتيجه السيدمنتيشن انا متوقع ان الافلونت اللي خارج هيكون اقل من اللي داخل. طيب اللي خارج من اللي داخل ده تقريبا نسبته قد ايه؟ بيحصل في السيدمنتيشن تانك تقريبا من 50 لـ70% ريموفال للسسبندد سوليد، والباقي بنعمله في التريكلينج فلترز. طيب خلينا بقى نشوف مع بعض احنا لما نيجي نصمم حاجة زي كده نعملها ازاي. انا بس كل اللي عملته ان انا فرنطت الجيفنز دي في جدول بحيث يكون العملية منظمة شوية. طيب هبدأ اصمم بقى عندي التانك بتاعي. زي ما كنا أخدنا قبل كده في السيدمنتيشن تانك هنعمل هنا بالظبط. ال V total بتساوي ايه؟ بتساوي كيو ديزاين في ال retention time بتاعي. أنا عندي ال كيو ديزاين ب150 ألف وال retention time بتاعي بساعتين، ونقسم على 24 لأن ال 150 ألف اللي given دي باليو. نطلع ال volume total، هنفرض عندنا هنا إن ال دي ب3 متر. وطبعا ما تنساش ان انت بقى بعد ما تصمم وتخلص كل حاجه ان انت تزود نص متر فري بورد بحيث ان انت تديله ايه الاستراكشر دايمنشن بتاعتك. اطلع الاريا توتال بان ناخد الفوليوم توتال اقسمه على الديبس، اطلع الاريا
وفي الحالة بتاعتنا عندنا الماكسيمم اريا للسيدمنتيشن تانك اللي هو الريكتانجلر بتتراوح من 300 ل 500. فانا اللي عامله ايه، ان انا هاخد رقم في الرينج او حتى ممكن اخد اللور ليميت بتاع الرينج، اقسم التوتال اريا على الاريا بتاعت الخزان الواحد، اطلع عددهم، وبعدين اقوم قاسم على العدد اللي انا هقربه واطلع الاكشوال اريا بتاعتي. طيب عايز اعمل ايه بقى بعد كده؟ عايز اعمل سايزنج للتانك بتاعي. فاحنا عندنا الاريا بتاعتنا عبارة عن ال في بي، انا ممكن افرض ال واتشيك على البي او افرض البي واتشيك على ال. في الكيس بتاعتنا هو مدينا عشان يريحنا مدينا كده ريشيو ما بين ال ال والبي، بيقول لي ان ال ال 4 اضعاف البي. فخلاص هعوض عندي، هيبقى في عندي مجهول واحد في المعادلة هو البي، طلع عندي 9.3. رينج البي هنا في السيدمنتيشن تانك بيكون تقريبا من 6 ل 12 متر، فانا وزن الرينج فده اكسبتد بالنسبة لي. اروح احسب ال ال، نضرب بقى البي في 4، واشيك برضو ان ال ال اقل من 40 متر عشان زي ما قلنا قبل كده الفواصل الخرسانية، فانا برضو اقل من 40، فده بالنسبة لي تمام. اروح اعمل بقى تشيك عندي على ال SLR او Surface Loading Rate زي ما كنا برضو عملنا قبل كده، هاخد ال Total Discharge اقسمه على ال Total Area، اطلع عندي ال Surface Loading Rate طلع ب1.5، ده اقل من 1.8، فده بالنسبة لي ايه تمام. بعد كده اروح احسب ال Horizontal Velocity باني اخد ال Total Discharge هقسمه على عدد التنكات عشان اطلع ديسشارج للتنك الواحد، وبعدين اقسم على الكروس سيكشن اريا اللي هي بي في دي اللي هي عمودية على اتجاه الحركة بتاعة المية، والرقم ده طلع عندي 0.31 متر بير مينت، وانا الرينج او الرقم بالنسبة لي الاكسبتد هو 0.3 متر بير مينت، يعني تقريبا هو فده كده بالنسبة لي ايه تمام يعني. طيب احنا لحد كده المفروض ان احنا عملنا الحاجات دي قبل كده، ان احنا صممنا تنكات وخلافه. الجديد بقى في الموضوع ان احنا عايزين نعمل نصمم الوير ونصمم الهوبر بتاعنا. طيب الوير دي هنصممها ليه وايه فايدتها وهنصممها ازاي؟ احنا اول حاجة احنا ليه بنعمل وير؟ بنعمل وير عشان نحافظ على منسوب المياه جوه التانك. انا المياه داخلالي في التانك ده باستمرار، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز احافظ على المنسوب، فاحط وير كل ما المياه تعلى شويه تدخل جوه شانل كده وتطلع لي المياه الزياده دي. طيب الوير ديت هتتصمم ازاي؟ هتتصمم على وير لودينج. انا عارف ان كل متر من الوير بيعدي لي كميه مياه معينه، فبناء على كمية المية اللي هتخش جوه التنكات عندي هبدأ أعرف أنا محتاج كام متر من الوير ديت. طب بعد ما أطلع دوت عايز أعمل إيه؟ عايز أطلع برضو الوير دي بتبقى عبارة عن إيه أصلا؟ بتبقى عبارة عن شيت ستيل كده فيه فتحات، فأنا في الآخر عايز أعرف السايزنج بتاع الفتحات دي قد إيه، المسافة ما بين الوير والتانية قد إيه. فكل الحاجات دي بقى اللي إحنا هنعملها دلوقتي. فاول حاجه اطلع الوير لينس اللي انا محتاجه، هو بيقول لي ان الماكسيمم وير لودنج 300 متر كيوب لكل متر من طول الوير في اليوم الواحد. طب انا بالشكل ده هكون محتاج كام متر؟ غالبا في التنكات المستطيله بنلاقي ان الاطوال اللي هي المتوفره عندنا اللي هي في حالتنا احنا بتبقى عرض التانك، لان الوير ده بيركب على عرض التانك في اتجاه عمودي على الفلو غالبا يعني، ما بيبقاش مسيف. انما في التنكات اللي هي السيركلر نتيجة ان الباي في الدي بيطلع رقم كبير فبلاقيه سيف غالبا يعني، ما بيبقاش معظم الوقت كده. فانا في حالة التنكات المستطيلة هروح اصمم الوير لينث او اجيبه أو باستخدام الوير لودينج، وفي حالة التنكات اللي هي السوري السيركلر هروح اعمل تشيك على الطول اللي عندي.
فخلينا بقى نعمل هنا كده، نطلع الوير لينث باستخدام الماكسيمم وير لودينج. فانا عندي الماكسيمم وير لودينج 300 زي ما قلنا، يبقى انا الطول اللي انا محتاجه هو 150,000 متر كيوب، اللي هي اللي هتدخل عندي جوه التنكات، مقسومة على ال 12 تانك اللي عندي، مقسومة على الوير لودينج اللي هو 300. من هنا يطلع عندي ان انا كل تانك محتاج 41 او اولموست 42 متر. طب انا اصلا عرض التانك بتاعي كان 9 متر، طب اتصرف ازاي؟ فببدأ بقى اعمل ايه، اعمل تشكيل كده لشكل الوير. كنا اخدنا ده في المحاضرة، ممكن اعملها سنجل، ممكن اعملها دبل، ممكن اعملها تريبل، ممكن اعمل 4 مرات او 5 مرات البي، ممكن اصلا يبقى حاجة شبه الفينجرز كده. فكل دوت يعني الكونفيجريشن دوت انتوا ممكن تعملوه زي ما تحبوا يعني. فدلوقتي انا البي بتاعتي كانت بتسعة وشوية، فانا تقريبا اخد 5 مرات العرض. اعمله ازاي؟ زي ما قلنا كده الكونفيجريشن دوت ايه، ما بيبقاش حاجة ثابتة. طيب كده انا طلعت الطول، عايز بقى اطلع الدايمنشنز المختلفة عندي. فعشان اطلع الدايمنشنز، اول حاجة ال h small، ده اللي هو ارتفاع المية اللي موجود جوه النوتش بتاعتي، فانا هفرده ب5 سنتي، واروح اطلع الكيو بتاعت النوتش الواحدة. الكيو بتاعت النوتش الواحدة ليها معادلة كده، والمعادلة دي بناء على ان السيتا ما بين ضلعين النوتش ب90 درجة. فالمعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول ان الكيو بتاعت النوتش الواحدة بتساوي 1.4 في ارتفاع المية جوه النوتش أس 2.5. من هنا نقدر نطلع الكيو نوتش، هنلاقيها ب7.8 في 10^-4 متر كيوب بير سكند. طيب أنا محتاج بقى كام نوتش يتركبوا على الطول اللي أنا طلعته؟ أنا عندي الكيو بتاعت الكيو توتال، وعندي الكيو بتاعت النوتش الواحدة. لو قسمت الاتنين على بعض أقدر أطلع أنا محتاج كام نوتش. فده اللي هعمله هنا، أنا عندي 150,000 متر كيوب بير داي، هقسم على 24 في 3600 عشان هخليها متر كيوب بير سكند، واقسم على ال 12 تانك اللي عندي، واقسم على الكيو نوتش الواحدة. طيب دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنطلع عدد النوتش. طلع ب185 نوتش للتانك الواحد، فعايز بقى اطلع شوية المسافات اللي عندي دي، هي دي واحد ودي اتنين والفري بورد. احنا دلوقتي عندنا دي واحد، دي واحد دي هي مسافة سنتر تو سنتر ما بين النوتشز. طب ما انا عارف ان الوير لينس بتاعي في التانك الواحد هو عبارة عن ايه، عبارة عن 5 في البي. لو جينا قسمناه على 185 نوتش، يطلع عندي المسافة ما بين النوتش والتانية بربع متر. طب عايز اجيب الدي اتنين، الدي اتنين اجيبها ازاي؟ انا عندي مثلث هنا، المثلث دوت لو جيت من عند خط السنتر لاين هلاقي ان هو قاسم الزاوية دي نصين، والزاوية دي كانت ب90، فبالتالي الزاوية اللي هي اللي اتقسمت دي 45. ده معناه ايه؟ معناه ان العرض اللي فوق دوت هو نفس ارتفاع نفس قيمة الارتفاع h زائد الفري بورد. طب انا مش معايا الفري بورد، احنا بقى هنا غالبا بنفرد الفري بورد ب5 سنتي برضه، فيبقى انا عندي الارتفاع الكلي 10 سنتي، وبالتالي العرض ده ب10 سنتي برضه. فعشان اجيب دي اتنين، هو دي اتنين هو عبارة عن دي واحد ناقص اتنين عشان عندي مثلثين، مضروبة في المسافة الأفقية دي اللي هي عبارة عن h زائد الفري بورد. من هنا نقدر نطلع ال دي اتنين بكام، هلاقي هنا ان هي بربع ناقص اتنين في ال10 سنتي، يطلع 5 سنتي تقريبا. طيب نيجي بقى لتاني حاجة مختلفة عندنا، وهي الهوبر. الهوبر دوت هو الجزء اللي بيكون موجود تحت ده، بيجمع لي السلادج عشان نبدأ نتخلص منه. طب انا محتاج اصمم الهوبر دوت، وعشان اصممه محتاج الفوليوم اللي هيدخل جوه الهوبر. فده اعمله ازاي؟ بكل بساطة
هو مديني هنا شوية كاركترستكس كده عن السلاج density و water content وخلافه، وكان مديني شوية داتا في الأول خالص بيقول لي ال suspended solids قد ايه، وأنا هشيل جوه التنكات دي قد ايه. فأبدأ من البيانات اللي هو مديني داتا أبدأ أعرف ال volume بتاع ال sludge كام بالظبط. أول حاجة بقى نبدأ نخلي بالنا منها هي إن السلاج أو الهوبر بتصمم على الماكسيموم ديلي فلو مش على البيك فلو، دي أول معلومة لازم ناخد بالنا منها. طيب نروح بقى نحسب الفوليوم بتاع الهوبر ده قد إيه. فأول حاجة هنروح نحسب الدراي سوليدز، ودي اللي هي يعني السلاج بيبقى عبارة عن سوليدز ومية، فانا الاوبجكتيف بتاعي ان انا احسب السلادج كله. فعشان اجيب السلادج كله بروح احسب السوليدز الاول، وانا معايا ووتر كونتنت اقدر اعرف السلادج كله على بعضه قد ايه. فده اللي هعمله، اروح احسب اول حاجه الدراي سوليدز هي الكيو ماكسيمم ديلي في كميه السسبندد سوليدز اللي هتتشال جوه السيدمنتيشن تانك. طب انا عارف ان التوتال سسبندد سوليدز 500، وهشيل جوه ال sedimentation tank 65% من ال 500. فده ده بالظبط كده 100,000، 65% في 500 ونقسم على 10 أس 6 عشان تحويلة ملي جرام لتر لمتر كيوب بير داي، تمام؟ سوري لطن بير متر كيوب. فنطلع من هنا القيمة دي هتطلع 32.5 طن في اليوم الواحد. الرقم ده بيعبر عن ايه؟ عن المواد الصلبة جوه السلاج. طيب السلاج بقى على بعضيه كويت يطلع بكام؟ انا عارف ان الدراي سوليدز 3% من السلاج كله، ليه؟ لان هو قال لي 97% من السلاج مية، فيبقى 3% منه سوليدز. انا طلعت دلوقتي وزن السوليدز، يبقى انا اقدر اطلع وزن السلاج. يبقى كل 100 طن وليكن مثلا من السلاج فيهم 3 سوليدز، يبقى كام؟ في 32.5 سوليدز كروس مالتبلاي كده اقدر اطلع ان السلاج ويت بتاعي هو 1083 طن لكل يوم. طب في الاخر برضو انا محتاج اطلع الفوليوم، ماشي؟ انا معايا السلادج ويت ومعايا الكثافه بتاعته، يبقى اقدر اطلع الفوليوم. يبقى الفوليوم بتاعي هو عباره عن 1062.1 متر كيوب بير داي. طب كل تانك بقى هيبقى نصيبه قد ايه من السلادج دوت؟ واخد التوتال فوليوم اقسمه على عدد التنكات اللي عندي، يطلع لي ان نصيب التانك الواحد 88.5 متر كيوب بير داي من السلادج بتاعي. طيب نروح بقى نحسب الهوبر اللي احنا عملنا كل القصة دي عشان نروح نصممه. الهوبر بتاعي بيبقى عبارة عن هرم مقطوع فهرم ناقص يعني. فعشان نصممه بيبقى معانا اريتين، الاريا بتاعت التوب والاريا بتاعت البوتوم. الاريا بتاعت البوتوم غالبا بناخدها متر في متر، والاريا بتاعت التوب نتيجة ان السيدمنتيشن تانك بناخد فيه 2 هوبر، فبتبقى مساحته هي عبارة عن بي على 2 في بي على 2. فالحاجة الوحيدة اللي ناقصة عندي هي ال H، انا محتاج اعرف ال H دي بكام. فهروح افرض كده اول حاجة الهوبر في السيدمنتيشن تانك اللي هو الريكتانجلر بيبقى عندي 2، فهفرض ان انا عندي 2 هوبر، وهفرض ان انا هفضي الهوبرز دي 3 مرات في اليوم، وهنشوف ده هيفرق معانا في ايه. فدلوقتي هيبقى عندي التوب دايمنشن 4.7 × 4.7، دي اللي هي بي على 2 في بي على 2. من هنا نقدر نجيب الفوليوم بتاع الهوبر الواحد هو عبارة عن ايه. انا السلادج بتاعي كان الفوليوم بتاع التانك الواحد 88.5، وانا عندي 2 هوبر، يبقى الهوبر الواحد نصيبه 44.25. طيب الهوبر دوت هيتفضى 3 مرات في اليوم، فده معناه ايه؟ معناه ان 44.25 دولت
هقسمهم على 3 مراحل. أول يعني التلت هيتشال، وبعد كده يجي التلت اللي بعديه يتشال، والتلت التالت يتشال. فكده معناه إن ال V بتاع الهوبر الواحد هو عبارة عن 44 وربع، وأقسمه على 3 طلع عندي بـ14.75. طب الفوليوم بتاع الهرم الناقص دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأريا البوتوم زائد الأريا التوب مضروبة في اتش على 2. انا دلوقتي معايا الاريال توب ومعايا الاريال بوتوم ومعايا الفوليوم توتال ناقصني الاتش. لو احسب الاتش هلاقي ان الاتش دي طلعت بـ1.3 متر. 1.3 متر دي اصلا اقل من الرينج اللي انا باخده، وانا باخد تقريبا الاتش بتبقى من 2 لـ4 متر. فخلاص طالما طلعت اقل من المينيمم فيوز المينيمم اللي هو 2 متر، واقول له في الاخر كده ان انا هفضي الهوبر دوت كل 8 ساعات، اللي هو ايه الـ24 ساعة مقسومة على 3 مرات. اخر حاجه بقى اروح اصمم الماسوره اللي هي هتسحب السلادج بتاعي بعد ما يتكون، دي اللي هتفضي لي يعتبر الهوبر بتاعي. الماسوره دي بتتصمم بناء على معادله تورشيل اللي احنا كنا اخدناها قبل كده في الهيدروليكس، وبرده زي ما قلنا كل جزء الهوبر دوت بيتصمم بيزد على الماكسيمم ديلي فلو. فانا هفرض ان الدايمتر بتاع الماسوره بتاعتي 150 ملي، اخد السي دي بتاعتي بـ0.6، وبعد كده هفرض عندي ان انا عندي 2 متر ديفرنس ما بين السنتر لاين بتاع الماسورة وبين سطح المية بتاعي، ودوت اللي هو هيبقى يعتبر الدرايفنج فورس بتاعتي. طيب اروح احسب بقى الاتش نت. الاتش نت بقى هتبقى عبارة عن ايه؟ 0.8 في ال H اللي أنا فرضتها، يطلع 1.6 متر. ال H net دي هي بعد ما أشيل بقى اللوسز والحاجات دي كلها. راح أحسب ال Q بتاعتي، هي ال Q بتساوي C D في ال area في جذر 2 G H، فيبقى عندي 0.6 في ال area بتاعتي اللي هي باي على 4.15 تربيع في جذر 2 في G في ال H net. يطلع عندي إن الماسورة دي بتطلع 59.4 × 10^3 متر كيوب بير سكند. طب انا عايز اعرف بقى الفولف اللي هو راكب على الماسوره ده هيتفتح قد ايه عشان يخرج لي كميه السلادج اللي موجوده جوه الهوبر. طب ما انا عندي الفي 2، انا عارف ان انا الفي اللي عندي بتاع السلادج دوت عارف الفي بتاعته كلها بكام، وعارف ان الماسوره دي بتطلع قد ايه في الثانيه. لو قسمت الاتنين على بعض فوليوم على كيو يطلع لي بالظبط انا محتاج افتح الماسوره او المحبس قد ايه. لما نيجي نقسمهم هنلاقي ان تقريبا هنفتح المحبس 5 دقايق. ونخلي بالنا بقى نتيجه ان فتحه المحبس دي بتبقى واحده واحده عشان خاطر ما يحصلش فلاش مره واحده كده فالمحبس يتكسر او اي حاجه تاني ممكن تحصل مشكله يعني. وبالتالي يبقى الـ5 دقايق دولت انا متوقع انهم يزيدوا شوية، يبقوا 6 دقايق مثلا ولا حاجة. طيب بعد كده يعتبر احنا كده خلصنا التصميم بتاع الريكتانجلر سيديمنتيشن تانك. عايزين بقى نعمل نفس اللي عملناه قبل كده بس على سيركلر تانك. هي نفس الخطوات، هنمشي في المسألة سريعا كده. انا دلوقتي عملت نفس الفوليوم توتال هو كيو في التايم، وفرضنا دي بـ3 طلعنا الاريا، بس هنا عندنا الاريا بتاعت التانك الواحد بتبقى من 1000 لـ1500، فانا فرضت ان انا عندي 4 تنكات وطلعت الاريا اكشوال منها، طلعت الدي وشايك ان دي اقل من 50 متر. وطبعا هنا اللي تشيك الوحيد عندي هو السيرفيس لودينج جريد، ما عنديش البي هوريزونتال، حسبتها لقيتها 1.5 اقل من 1.8، فانا كده اوكي. بعد كده هنروح نصمم مش هنصمم بقى هنا، هنعمل تشيك على الوير لينز. انا دلوقتي عارف ان الماكسيمم وير لودنج بـ300. طب تعالوا نجيب الوير لودنج اصلا اللي عندي بكام، هيبقى 150 ألف نقسمه على باي في الدي في الـ4 تنكات اللي عندنا يطلع 327. الكلام ده اكبر من الماكسيمم وير لودنج، فانا كده محتاج ان انا ازود شوية الطول اللي عندي. طب ازوده شوي، ازود الطول ده ازاي؟ باني اعمل دبل في نوتش، اخد مرة يعني مرتين الدي، اعمل زي حلقتين جوا بعض.
فيبقى عندي ايه، هيبقى عندي ان انا يعتبر خفضت الوير لودنج للنص، لان انا زودت الطول الضعف. فيبقى الوير لودنج عبارة عن ايه، عن 150,000 مضروبة في 2 بقى، عشان انا مستخدم دبل، في باي في دي في الاربع تنكات، هلاقيها تقريبا بالنص. ده اقل من 300، فكده بالنسبة لي ايه، سيف. نروح نصمم ال V notch، هي اللي فاتت بالظبط. هنقسم ال H ب5 سنتي، نروح نحسب ال Q بتاعت ال notch الواحدة، بعد كده نروح نحسب عدد ال notches في التانك الواحد، بإني أقسم ال Q على عدد التانكات على ال Q بتاعت ال notch الواحدة، تلاقي عندي 556 notch في التانك الواحد. نروح نحسب دي واحد، بإني هقسم ال wear length على عدد ال notches، يطلع عندي 0.41. دي كده دي واحد. عايزين نحسب دي اتنين، فهنفرد الفري بورد ب5 سنتي ونحسب دي اتنين بنفس الطريقة اللي فاتت. بعد كده نروح نحسب السلاج كوانتيتي، هي تقريبا ما اتغيرتش، ما عدا بس النصيب التانك الواحد، بدل ما كنا بنقسم على 12 في المسألة اللي فاتت، هنقسم هنا على 4 تنكات بس، انما كل الحسب وكل الحاجات اللي فاتت هي بالظبط. طيب نيجي بقى هنا نصمم الهوبر بتاعنا. الهوبر بتاعنا هنا هيكون عن كون مقطوع برضو. ف هنا في الريكتانجلر في الـ في سوري في السيركلر تانك بناخد هو هوبر واحد بس، نتيجة ان بيبقى الفوليوم بتاعه كبير شوية. فبنعمل ايه، نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت، هنأسيوم 1 هوبر بير تانك. المرة دي هنفضيه 6 مرات في اليوم، نتيجة ان هو بيبقى واحد بس يعني مش اتنين. هنفترض بقى ان ال دي واحد اللي هو الدايمتر بتاع الدايرة اللي تحت بمتر، والدايمتر بتاع الدايرة اللي فوق بيكون تقريبا من 10 لـ20% من الدايمتر بتاع التانك كله، فاحنا هنا هناخده ب5 متر. فنحسب الفوليوم بتاع، عايزين في الاخر نحسب الفوليوم بتاع الهوبر ده قد ايه، عشان برضو نطلع ال H في الاخر. فاول حاجة ال V واحد بتاعتي هي نفسها ال V sludge، لان انا عندي تانك واحد، عندي هوبر واحد. بعد كده نحسب ال V اتنين. ال V اتنين هي حجم الهوبر بتاعي. حجم الهوبر هو عبارة عن ال V sludge او ال V one يعني، مقسومة على عدد المرات اللي أنا هفضي فيها الهوبر بتاعي، اللي هو في الحالة دي 6، يطلع عندي 44.25. الـ44.25 دولت أروح بقى أترجمهم لدايمنشنز. أنا عارف إن أنا عندي زي ما قلنا ال دي واحد بمتر ودي اتنين بخمسة. أكتب المعادلة بتاعت الكون الناقص، هي اتش على 3 في اريا واحد زائد اريا اتنين زائد جذر اريا واحد في اريا اتنين. انا عارف الاريا واحد وعارف الاريا اتنين، مش باقي عندي غير الاتش هي اللي مجهولة في المعادلة. هحسب الاتش هلاقيها ب5.45، ده معدية الماكسيموم ليميت بتاعي اللي هي 4 متر. فخلاص هكبر الدي شوية، لان انا اصلا في رينج من 10 لـ20%. خدت الدي 2 بـ6 متر، وارجع احسب الحسبة دي تاني، هلاقي ان الاتش طلعالي ب3.93 اللي هي اولموست 4، فانا خد 4 متر. ونقول له في الاخر كده ان انت خلي بالك هتفضي الهوبر ده كل 4 ساعات. طيب بعد كده نروح نحسب البايب برضو بنفس الكونسبت اللي فات. هو برضو هنفترض ان الدي ب150 ملي، يبقى والسي دي بتاعتنا ب0.6، ونقول ان احنا عندنا 2 متر فرق ما بين سنتر لاين الماسورة وسطح المية. نحسب الاتش نت بتاعتنا ونحسب الكيو بايب. بعد كده محتاجين نعرف هنفتح المحبس قد ايه، هنقوم قاسمين التوتال فوليوم على الكيو بتاعتنا، يطلع عندي ب13 دقيقة. ونقول له برضو خلي بالك نتيجة ان انت الفتحة بتاعتك بتاعت الفولف هتكون بطيئة شوية، يبقى الزمن ده متوقع ان هو يزيد شوية. وبكده يبقى احنا كده خلصنا اول مسألة في الشيت بالتو كيسز بتاعتنا. طيب السؤال التاني بقى بيقول ايه، بيقول ان احنا عندنا تريكلينج فلتر الديزاين فلو بتاعه 30,000 متر كيوب بير داي. عايز ان انا اصمم الهاي ريت تريكلينج فلتر والروتيتنج ارمز بتاعته، جيفن ايه،
ان البي او دي اللي داخل عندي او الميه محتوى البي او دي اللي فيها او محتوى الملوث اللي فيها هو 400 مللي جرام لكل لتر، وبيقول ان البرايمري سيدمنتيشن تانك شايل 35% من قيمة البي او دي، والافلونت بي او دي يعني نسبة البي او دي في المية اللي خارجة بعد الفلترة هي 30 مللي جرام بر لتر. يعني انا كان عندي المية اللي هي الرو ووتر كان فيها 400، دخل اتشال منها جزء في البرايمري سيدمنتيشن تانك او قيمتها كانت 35% من 400، ف65% طلعوا دخلوا على التريكلينج فلتر وخرج منه ميه كان محتوى البي او دي فيها 30 مللي جرام لكل لتر، مع العلم ان الاورجانيك لود بتاع الهاي تريكلينج فلتر هو 1 كيلو جرام بي او دي لكل متر كيوب من الزلط او الصخر اللي بيتحط في اليوم الواحد. طيب مسألة زي دي عايزين نحلها، شوف هنحلها مع بعض ازاي. زي ما عملنا المسألة اللي فاتت، بدأنا نقسم الداتا الجيفن في جدول عشان يبقى الموضوع منظم بس مش اكتر. طيب احنا دلوقتي المية اللي عندنا دي زي ما قلنا ان هي بتعدي بكذا مرحلة. اول مرحلة ان هي تدخل على البرايمري سيدمنتيشن تانك هيشيل منها 35%، ثم هتدخل على التريكلينج فلتر، والباقي هيروح على فاينل سيدمنتيشن تانك ومنه نعمل ديسبوزال للمية. طيب في حاجة بقى مهمة، ان انا التريكلينج فلتر بتاعي اقصى بي او دي ممكن يستحمله هو 150 بي بي ام. طب انا دلوقتي المية اللي كانت داخلة كان فيها 400 بي بي ام، حصل تنقية بقيمة 35%، فأصبح 65% من 400 بي بي ام هي البي او دي اللي خارجة من البرايمري سيدمنتيشن تانك ورايحة على التريكلينج فلتر. طب القيمة ديت لو أكبر من 150 ده معناه إن أنا مش هعرف التريكلينج فلتر مش هيشتغل بكفاءة، فأصبح إن أنا محتاج أخفف المية اللي داخلة دي بحيث إن تركيز الملوثات اللي فيها هيقل شوية. العملية دي اسمها عملية الدايليشن، إنها عملية تخفيف. طيب أنا كده محتاج مية يبقى محتوى البي او دي اللي فيها أقل من المية اللي داخلة على التريكلينج فلتر، بحيث إن أنا أزود كمية المية على نفس الملوث فيبقى التركيز عندي أقل شوية من التركيز اللي خارج من البرايمري سيدمنتيشن تانك. وده اللي هنعمله هنا، إن إحنا الفاينل سيدمنتيشن تانك بيطلع مية، احنا عارفين ان تركيز البي او دي فيها قليل، كان تقريبا في المسألة 30. طب انا ليه ما هاخد يعني ليه ما اخدش كمية مية منه اقوم مرجعها على المية اللي داخلة على التريكلينج فلتر؟ يبقى انا كده زودت كمية المية بتركيز من البي او دي اقل، فيصبح التركيز التوتال بتاعي اقل بحيث ان هو يدخل على التريكلينج فلتر يحصل له عملية المعالجة. فانا دلوقتي كل اللي عامله ان انا هاخد كمية مية هي اسمها كيو ريتيرن. الكيو ريتيرن ديت تركيز الملوثات فيها هي البي او دي افلونت اللي خارجة، ارجع ازودها على الكيو ديزاين بتاعتي اللي ليها تركيز من البي او دي قيمته هي قيمة البي او دي اللي خارجة من البرايمري سيدمنتيشن تانك، ادخل الكلام ده على التريكلينج فلتر، تحصل عملية التنقية، بعد كده يخرج عندي كيو ديزاين زائد كيو ريتيرن على الفاينل سيدمنتيشن تانك. طيب نشوف بقى، هنحل بقى المسألة. يعني ده كده زي سكيماتيك كده لحل المسألة، نشوف بقى هنحل المسألة ازاي. طيب دلوقتي بقى عايزين نطلع عدد الفلاتر، وعايزين نطلع نصمم الارم بتاعنا، النوزلز اللي عليه طول الارم عامل ازاي، الكلام ده كله. فأول حاجة عشان نبدأ في التصميم بتاعنا محتاجين نعرف كمية الملوثات اللي عندي واللود اللي أنا هخدم بيه المحطة بتاعتي، منها هطلع مساحة الفلاتر. فأول حاجة احنا عارفين ان البي او دي اللي هيبقى في اللي خارج من البرايمري سيدمنتيشن تانك هو 65% من قيمة البي او دي اللي داخلة في الرو ووتر،
فيبقى انا عندي 65% مضروبة في البي او دي اللي هي انفلوينت، هتبقى 0.65 في 400 ب 260. يبقى انا عارف ان انا خارج لي من البرايمري سيدمنتيشن تانك 260 بي بي ام. طب ده اكبر من 150 اللي التريكلينج فلتر هيبدأ يستخدمها او هيشتغل عليها. فزي ما قلنا كده احنا محتاجين نعمل عملية دايليش. يبقى انا هسحب كيو ريتيرن من الفاينل سيدمنتيشن تانك، ارجعها تاني على البيئة على المية اللي خارجة من البرايمري سيدمنتيشن تانك، وابدأ اخفف بيها بحيث ان التركيز بتاع المية اللي هتدخل للتريكلينج فلتر تكون 150 بي بي ام. فانا كنت دلوقتي عايز احدد كمية المية اللي انا هرجعها على المية بتاعة البرايمري سيدمنتيشن تانك. يبقى انا محتاج اعمل ماس بالانس ايكويشن بحيث اني اقدر احدد كمية الكيو ريتيرن بالظبط. طيب نشوف بقى ايه البي او دي اللي هيكون خارج لي من الفاينل سيدمنتيشن تانك. هو عبارة عن، هو قال لي ان هيحصل 85% فلتريشن، يبقى انا اللي هيخرج لي هو 15% بس اللي هي 30 بي بي ام، وده كان جيفن اصلا في المسألة. طيب نطبق بقى الماس بالانس ايكويشن عشان نعرف كمية الكيو ريتيرن بالظبط قد ايه. انا عارف ان انا داخل على تريكلينج فلتر بي او دي بتاعه البرايمري سيدمنتيشن تانك في الكيو ديزاين بتاعتها. طبعا الماس هي الكيو في الكونسنتريشن، والبي او دي اصلا هي تركيز الملوث في الميه، فهي دي الكونسنتريشن بتاع الملوث. فانا هضرب كل كيو سيجما الكيو سي ان، هو سيجما لازم يساوي سيجما الكيو سي اوت. فانا الكيو في الكونسنتريشن ان، يبقى كيو ديزاين في البي او دي اللي خارجه لي من البرايمري سيديمنتيشن تانك زائد الكيو ريتيرن في البي او دي افلوينت، لان هي ميه مسحوبه من الفاينل سيديمنتيشن تانك، فتركيز الملوث فيها هو تركيز الملوث اللي خارج من البرايمري سيديمنتيشن الفاينل سيديمنتيشن تانك. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي الديسشارج اللي خارج، اللي هو عباره عن الكيو ديزاين زائد الكيو ريتيرن مضروبة في 150. وانا هنا هشتغل على البي او دي الكريتيكال، يعني عشان خاطر انا مش هقدر احدد قيمة اقل مثلا من 150، وبالتالي هنشتغل على القيمة الكريتيكال بتاعتنا اللي هي 150 بي بي ام. فيبقى عندي 30,000 في 260 زائد الكيو ريتيرن في 30 بيساوي 30,000 زائد كيو ريتيرن في 150. من هنا عندي المعادلة دي في مجهول واحد هو الكيو ريتيرن، نقدر نحسبه هيطلع 27,500 متر كيوب بير داي. ده معناه ان كمية المية اللي هسحبها كل يوم من الفاينل سيدمنتيشن تانك هي بالقيمة دي. طيب دلوقتي بقى عايزين نحسب مساحة الفلاتر. انا دلوقتي الكمية المية اللي عندي دي محتاجة كام فلتر عشان تبدأ تنقيها. فانا كل اللي محتاج احسبه هو مساحة. نفس الفكرة برضو اللي احنا كنا عملناها قبل كده في الرابيد ساند فلترز، كنا بنحسب مساحة بس. فأنا عارف إن التوتال أورجانيك ماتر اللي هتتشال من المية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كيو في الكونسنتريشن. فأنا عارف إن الكيو ديزاين بتاع الكيو اللي داخلالي هي الكيو ديزاين، والكونسنتريشن اللي هيحصل عندي أو كمية الملوث اللي هتتشال هي 65% في 400 اللي هي 260، ده اللي كان داخلي. طب اللي خارج لي قد ايه؟ هو ال 30 بي بي ام. فانا لو طرحت الاتنين من بعض يبقى انا عرفت ده اللي انا شيلته جوه التريكلينج فلتر. لما اضربه في الكيو يبقى انا كده حولت الكلام دوت لايه؟ لوزن. يبقى انا كده هقدر اشيل، طبعا هقسم على 1000 عشان احول لكيلو، فيبقى ده معناه ان انا هشيل 6900 كيلو جرام من الملوث في اليوم الواحد. طيب هو بيقول لي ان الزلط او الجرافل اللي هيتحط جوه الفلتر دوت بيقدر يشيل كيلو جرام من كل متر مكعب في اليوم. فده معناه ايه؟ معناه ان الحجم اللي انا محتاجه من الزلط ده هو كمية الملوث اللي انا هشيلها في اليوم كله على اللي يقدر يشيله متر مكعب من الزلط. فانا هشيل 6900، والزلط يقدر يشيل كيلو
لكل متر مكعب، فده معناه ان انا محتاج 6900 متر مكعب من الزلط. طيب دلوقتي انا محتاج في الاخر مساحة، فلاتر دي بالمساحة. احنا عارفين ان مساحة الفلاتر او مساحة طبقة الفلتر اللي بتتعمل ديت هي 2 متر، ده الثيكنس بتاعها، وانا معايا فوليوم يبقى اقدر بكل سهولة احسب الاريا توتال بتاعة الفلاتر. الاريا توتال هي عبارة عن البي توتال مقسومة على 2، طلع لي 3450 متر مربع. دي كده مساحة الفلاتر اللي انا محتاجها. طيب اقصى مساحة للفلتر الواحد هي 1000 متر مربع، من هنا اقدر اطلع العدد، يبقى العدد بتاعي هو 3450 على 1000، يبقى محتاج 3.45 فلترز. ده معناه ان انا اخد 4 فلاتر، وارجع احسب الاريا اكشوال بالظبط، يبقى هي الاريا توتال مقسومة على ال4 فلاتر اللي انا خدتهم، يطلع لي ان الفلتر الواحد مساحته 862.5. من هنا اقدر احسب الديامتر بتاع الفلتر ده. ليه بنحسب الديامتر؟ هنحتاجه طبعا ده عشان هننفذ بيه. تاني حاجة ان ده يحدد الارم، يبقى الماكسيمم لينس بتاعه قد ايه. انا عندي الماكسيمم ديامتر هو 40 متر، فانا لما جيت حسبت الديامتر هنا طلع 33.2، ده اقل من 40، فانا كده سيف. اخر حاجة بقى نعملها زي ما شيكنا قبل كده في الرابيد ساند فلتر على ال SLR، هنعمل هنا برضو نفس الموضوع. انا عندي هنا شرط ان ال SLR يكون اقل من او يساوي 1.8، فانا هقسم التوتال ديسشارج على التوتال اريا. في الحالة دي التوتال ديسشارج اللي داخل على التريكلينج فلتر هو الديسشارج اللي طالع من البرايمري سيدمنتيشن تانك اللي هي الكي ديزاين، زائد الديسشارج اللي هيكون جايلي من الفاينل سيدمنتيشن تانك وهي قيمة الكيو ريتيرن، والمساحة التوتال اللي احنا حسبناها اللي هي 3450. لو قسمت الرقمين دولت على بعض يطلع لي ان ال SLR بتاعي في 16.7، والرقم دوت اقل من او يساوي 30 متر كيوب لكل متر مسطح، بس ده في اليوم. احنا طبعا لو خدنا ال 30 دي قسمناها على ال 24 قلنا تطلع تقريبا يعني بواحد ونص تقريبا. طيب لحد هنا كده يبقى انا صممت الفلاتر بتاعتي، عرفت المساحات بتاعتها قد ايه، عرفت الديامتر بتاعها قد ايه، عرفت العدد بتاعهم قد ايه. طيب المية بقى لما بتيجي تدخل على التريكلينج فلتر بتدخل عن طريق ماسورة، والماسورة دي متوصل عليها دراعات كده بيرفوريتد. المية بتخش فيها وبتبدأ تنقط على الجرافل أو الزلط اللي موجود جوه الفلتر، وبتبدأ تتنقى وتنزل من خلال الزلط دوت ل المنطقة اللي هي تحت الفلتر يعني، وبعد كده نبدأ نجمعها ونخرجها من الفلتر. طيب الماسورة اللي هي المية بتدخل منها دي بيكون راكب عليها يعني المتعارف ان هو بيكون راكب على كل ماسورة 4 دراعات. ال4 دراعات ديت المية بتخرج منهم زي ما قلنا ايه، تنزل على الزلط. فانا عشان ابدأ بقى، انا كل اللي محتاجه في الاخر ان انا اعرف طول الارم ده قد ايه، والارم ده طبعا بما ان هو perforated فمش لازم ان انا اعمله كله نفس الدايمتر. انا ممكن اقسمه ريتشز كده بحيث ان الريتش الاولانيه بيكون كل الكيو داخله فيها، الريتش اللي بعدها بتبقى كميه اقل شويه، الريتش اللي بعدها كميه اقل، وبالتالي يبقى انا كده عملت ايكونوميك ديزاين، وده اللي احنا بنحاول ندور عليه. فانا دلوقتي اللي انا اعمله ايه، هقول ان انا اصمم بطريقه الايكوال اريا ميثود. ايه الايكوال اريا ميثود دي؟ ان انا اقسم الفلتر بتاعي لثلاث مساحات قد بعض، اللي هي زي ما احنا شايفين في الرسمة كده، اريا 1 اريا 2 اريا 3. طيب هل بقى ده معناه ان ال 1 تساوي ال 2 تساوي ال 3؟ لا طبعا. يبقى الشرط التاني ان ال 1 لا تساوي ال 2 لا تساوي ال 3. وعشان التسهيل هنقول ان العدد النزل في كل ريتش تقريبا قد بعضها، يبقى النزل في ال 1 هي النزل في ال 2 هي النزل في ال 3. طيب عايزين نبدأ بقى نحسب ال 1 بكام، وال 2 بكام، وال 3 بكام.
بكل بساطة لو أنا عارف الأريا واحد دي بكام أقدر أحسب ال L واحد. ال L واحد كأنه نص قطر بتاع الأريا واحد دي. فأنا دلوقتي هقول إيه؟ هقول إن باي في ال L واحد تربيع هي باي في الديامتر بتاع الخزان كله تربيع على 4 في 1/3، لأن أريا واحد هنقولنا إن هي إيه؟ تقريبا تلت الأريا التوتال. من هنا نقدر نطلع إن ال واحد ب 9.6 متر. طب عايزين نجيب ال اتنين، احنا عارفين ايه؟ عارفين ان ال واحد زائد ال اتنين هو نص قطر لتلتين المساحة، فيبقى برضو باي في ال واحد زائد ال اتنين هول سكويرد بتساوي باي في دي سكويرد على 4 مضروبة في تلتين الاريا. من هنا نقدر نطلع ال اتنين هنلاقيها ب 4 متر. بنفس الطريقة هنحسب ال تلاتة هنلاقيها 3 متر. طيب انا دلوقتي عايز، طلعت كده اطوال كل ريتش، عايزين نحسب بقى الديامتر بتاع كل ريتش. نعمله ازاي؟ هنقول ان الكيو كيو واحد اللي هي ماشية في ال واحد هي الكيو كلها. فنبدأ نحسب بقى، يبقى انا كيو واحد بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو ارم كله بتساوي الكيو ديزاين زائد الكيو ريتيرن مقسومة على عدد الفلاتر على عدد الارمز لكل فلتر. احنا قلنا ان احنا هنستخدم 4 ارم وعندي 4 تنكات، يبقى الكيو نصيب الكيو بتاعت الريتش الاولانية هي نصيب الكيو بتاعت الدراع كله، هتطلع تقريبا 0.0416 متر كيو بير سكند. وهنفترض ان السرعة بواحد، يبقى احنا عرفنا كده نحسب الديامتر بتاع الريتش الاولانية اللي هي طولها ال واحد. يبقى عندنا كيو واحد بتساوي باي في دي واحد تربيع على 4 مضروبة في السرعة اللي هي بواحد. نقدر نحسب من هنا الديامتر بتاع الريتش الأولانية اللي هي طولها ال واحد، لقيناها تقريبا ب 250 مللي. طبعا هي 230، احنا هنقربها ناخدها 250 عشان يبقى كوميرشال ديامتر. نحسب كيو اتنين، كيو اتنين هيبقى ماشي فيها ايه؟ احنا ال واحد دي خرجت تلت كمية المية، يبقى انا ال اتنين هي فيها تلتين كمية المي، يبقى 2/3 في الديسشارج بيساوي باي دي 2 تربيع على 4 مضروبة في 1. نقدر نحسب من هنا دي 2 هنلاقيها تقريبا ب 200 ملي. اخر حاجة هنلاقي ان ال 3 ماشي فيها التلت الاخرين من الكيو. نكرر العملية دي تاني هنلاقي ان دي 3 تقريبا ب 100 ملي. يبقى انا كده توصلت ان انا عرفت ال ال واحد كام طولها، وال L2 طولها كام، وال L3 طولها كام. عرفت الديامتر بتاع الريتش الأولانية بكام، الديامتر بتاع الريتش التانية بكام، الديامتر بتاع الريتش التالتة. يبقى أنا كده آخر حاجة ناقصاني إن أنا أعرف عدد النوزلز اللي موجودة على الأرم كله، وده اللي هنعمله في الخطوة اللي جاية. طيب دلوقتي إحنا عايزين نطلع عدد النوزلز. بكل بساطة إحنا عارفين الكيو بتاعت الارم كله اللي هي داخله يعني للارم، وعارفين او نقدر نحسب الكيو اللي هتخرج من النوزل الواحده. لو قسمنا الاثنين على بعض نقدر نطلع عدد النوزلز كلها، واحنا فرضين من الاول ان النمبر اوف نوزلز لكل ريتش قد التاني. من هنا نقدر نعرف نقسم على 3، يبقى احنا عرفنا ايه العدد بتاع النوزلز في كل ريتش. هنطلع السبيسنج بتاعت النوزلز بان نقسم الطول كله على عدد النوزلز في كل ريتش. نشوف كده بالأرقام، احنا هنفترض ان القطر بتاع النوزل 25 ملي، وهنفترض ان السرعة اللي المية هتخرج بيها هي 1 متر بير سكند. من هنا نقدر نحسب الكيو اللي هتخرج من النوزل الواحدة. هنحسب الكلام ده نلاقيه 4.9 × 10^10 ⁻⁴ متر كيو بير سكند. طب انا عايز اعرف عددهم قد ايه، فهو قايل ان عدد النوزلز هو الكيو بتاعت الأرم كلها مقسومة على الكيو بتاعت النوزل الواحدة، يطلع عندي 84 نوزل. والفرض بتاعي إن العدد في الريتش الأولانية هو هو في الريتش التانية هو هو في الريتش التالتة. يبقى أنا كده هاخد العدد الكلي أقسمه على 3، طلع عندي إن كل ريتش هيكون فيها 28 نوزل. طب أنا عايز أعرف بقى الديستنس ما بين كل نوزل والتانية في كل ريتش، يبقى أقوم واخد الطول بتاع الريتش الأولانية أقسمه على 28 اللي هو عدد النوزلز في الريتش دي، يطلع لي السبيسنج.
والريتش التانية طولها على عدد النوزلز، والريتش التالتة طولها على عدد النوزلز. يبقى أنا كده عرفت السبيسينج ما بين كل نوزل والتاني. يبقى أنا كده عملت إيه النهاردة؟ يبقى أنا صممنا التريكلينج فلتر، وجبنا صممناه بإن احنا جبنا الديامتر بتاعه، وجبنا مساحة الزلط اللي احنا محتاجينها، جبنا عددهم، صممنا الأرم، جبنا طول كل ريتش قد ايه، جبنا عدد النوزلز، وطبعا قبليهم كنا عملنا تصميم بتاع البرايمري سيدمنتيشن تانك سواء كان ريكتانجلر او سيركلر. اتمنى يكون الدنيا واضحة، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله في الامتحانات وفي الحياة العملية. شكرا.